كلشي محمد. عاودنا كيفاش وقع هاد الواقعة ديال الاعتداء؟ الساعه 6 و4 3 الواقعة اليوم من أحد التجار الذي يبيع سلعته بالساعة 6 المسمى لودي، أبى أن يؤدي واجب التحشير تحريضا من الجمع، وعند تفسيري لحالته قام بشتمي وبعبارة أصح أعلم في خيل ككهوب ونمهايا الجمعية ديالي غتوقف في لك الحلقة. ذهبت إلى مكتبي بالمربع 3 في حين أفاجأ بالجمعية أكثر من 12 فردا يتوجهون إلى الساحة 6 وبفم واحد يحرضون جميع التجار بقول واحد، ألا وهو لا للتعشير، نعم للدخول إلى السوق بدون ورقة كشف، ضدا على الوكلاء، ضدا على المستخدمين الراس كتاب مراقبين، نعم للفوضى. عمدت إلى هاتفي وبدأت بتوثيق الحالة في حين أفاجأ برجوع السيد متهجما إلي وبعبارة أصح طرتق لي يدي هو خذوا لي الهاتف ديالي اللي هو الأداة التي أعمل بها، فيها عملي، فيها صوري، فيها مستنداتي، وضربني على الشاحن في حين أخوه بعبارة أصح داري الدفعيني وجبد بغاو يعوروني أمام الملأ متخطيين كل القوانين والأعراف، وهذا إن دل فإنما يدل على أن السوق يحتوي على عصابة وليست هناك جمعية. توجهت إلى مركز الشرطة المرابط، حكيت حكايتي وقلت إنهم قد سلبوني هاتفي والشرطة معي والسيد والمجموعة بباب المربع 3 يوجهون كلاما صريحا ويقولون للشرطي ها نحن يا أخ يوسف الشرطي، يعني لو كنت كتبحث علينا احنا قبلتك، في حين
جاني دوار في الرأس ديالي، جلس على سلعة ديال الحنط في الطريق، إخوان جابوا لي الماء، حسيت براسي في غيبوبة، هزوني الإخوان وتكوني على الصناديق الفارغة، ثم بعد ذلك اتصلوا، أي اتصل رجال الأمن بسيارة إسعاف. حملوني إلى سيارة الإسعاف، لم أعي ولم أعرف حتى وجدت نفسي داخل المستشفى الاستشفائي الحسن الثاني. قاموا بما قاموا به، لفظت أو ضرفت دماء من أنفي وتقيأت دما من فمي، وإخواني جزاهم الله بخير نظروا إلى الحالة التي أنا عليها وأبوا أن يتركوني داخل المستشفى الاستشفائي الحسن الثاني، وحملوني في سيارة إسعاف إلى مصحة من أجل تتمة العلاج، وأشكو بثي وحزني إلى الله. واخا استاذ، بالنسبه للاسباب ولا الدوافع اللي خلاتهم انهم يعتديوا عليك، شنو هي؟ كما قلت لك يا اخي العزيز، ذاك السيد اللي عندنا 27 مرقب ابى انه يعطينا واجب التعشير، يعني واجب الرسوم الجماعيه، وقال لي انني بعباره دارجيه اهلا بخير تكبو وجاب الطوالك، انا غنجيب لك الجمعيه هي اللي غتولى الامر ديالك. هذا هو علاش جاو هما كاملين عندي للساحه، وتا يحرضوا الجميع باش ما يأدوليش الرسوم الجماعيه، وملي بقاو تيتلفظوا بهاد الاقوال علنا، واكد لك مره ثانيه انني جبت الهاتف ديالي وفي الساحة التي أمارس فيها مهنتي، كنوثق الحالة التحريض اللي كتقوم بها هذه الجمعية. ما صغاوش الفكرة، ما عجبتهمش أنني نصور. نأكد مرة ثانية أنهم جاءوا ودفعوني على الكاميون، وخو جبد لي عيني، بغيت ترتقها لي، ترتقوا لي يدي، انا ما قاش نوريها لك، هي دي قبلتك، جبد حيدوا لي التليفون عنوه وقوه، لانني ضعيف جسمانيا وهم اقوياء جسمانيا، لكن القوه لله والعصمة بالله، وأفوض أمري إلى الله. واخا اليوم أستاذ باش كطالب، شنو المطالب ديالك؟ حنا كما كنقولو نطالب بالاحتكام إلى القانون، هذا القانون، هذا قانون وجد لتنظيم المؤسسة، وحنا نعمل طبقا للفصول، الفصل الثاني والفصل 21 من القانون المنظم، والفصل الثاني والعشرين والثالث والعشرين من القانون الداخلي المعدل في 2 فبراير 2004، اللي كينص في احد بنوده على اننا يجب أن نحرص على استخلاص الواجبات الرسوم الجماعية داخل سوق جمهور غدرفور. أما الآن في إطار الفوضى، في إطار اللا قانون،
نحن نقول وأؤكد من هذه المصحة أنني أحتمي بالقانون وأطلب من رجال القانون أن يجعلوا مظلتهم تحمينا وتحمي كل من يريد غطاء القانون ولا شيء سوى القانون، لأننا في مؤسسات ودولة القانون.